موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود الخصم VSL. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع مابات روكت ليج. فقبل ما يبدا المقطع شكرا لكم على الدعم في المقطع اللي راح، تقريبا في يوم واحد وصل 100,000 او في يومين شيء زي كذا. الله يسعدكم جميعا وشكرا على اللايكات وشكرا على كل شيء تسوونه. اليوم نلعب هذه اليد هذه. قد قلت لكم اني العب فيها وزي كذا، لكن بجرب اني العب فيها المابات. اتوقع اني لعبت فيها الماب اللي راح او نص الماب اللي راح، لكن ما كنت متعود عليها. فبنجرب اليوم اليد معدله واليد من كول اوف ديوتي، يعني اللي شاف مقطع الشنطه السريه او شيء زي كذا. اليد جميله وكل شيء، بس لو تلاحظون الجير هذا تحت، الجير هذا فوق، مثل يد الاكس بوكس. انا متعود على يد البلاي ستيشن، لو تلاحظون هنا كلها تحت، الجيور كلها تحت. فاللعب مختلف جدا، لو تلاحظون الاسهم شوف كيف مكان الجير الثاني، الزبده الاحسن. فبنجرب ان شاء الله انها تضبط معنا ونطلع محتوى جميل في هذا المقطع. فقبل ما ابدا المقطع تسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، وشكرا على 650,000 مشترك. الله يسعدكم جميعا، والله يسعد كل من نشر القناه، الله يسعدكم جميعا. اقسم بالله قربنا على المليون، والله قربنا على المليون، تكفون. يعني مو قربنا شوي يعني، بس قربنا. اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات، خلونا اي صح نسيت لايك مشوب VSL، يعني VSL ثلاث حروف. الموقع اللي تحت حق اغراض روكت ليج في كود خصم له VSL. ادخل الموقع تنقوا زي ما تبون اغراض، حط كود VSL اللي يخصم لك. شكرا لكم، خلونا نبدا. بسم الله وعلى بركه الله نبدا الحين. الكستم مابات خاصه بالبي سي فيس، ما ادري هل في طريقه للبلاي ستيشن والاكس بوكس، والله ما ادري. احتمال انه يكون في لها طريقه في الابيك جيمز بس ما ادري شلون. وبالنسبه للناس اللي يلعبون بي سي ويقدرون يسوون مابات، اي احد يقدر يصمم ماب، اهم شيء ما تزرف ماب، اوكي؟ خذ فكره سووها بطريقه ثانيه زي كذا، بس لا تزرف ماب، الله يسعدك يعني لا تزرف ماب، وارسل لي وخلني العب مابات المتابعين ومابات العرب شيء زي كذا. انا ودي مثل ما صار فورتنايت المابات العربيه، ودي يصير هنا للامانه، والله العظيم احس فخر. مهما كان ماب يمكن بدايته ما تكون متعود زي كذا، بس بعدين بتصير من افضل مصممين المابات العرب. لو وركت ليج بغوا مصممين مابات، صمم لهم مابات انت. فخلونا نروح الكستم جيمز ورك شوب. اي هذا الماب ودي العبه، احس انه جامد. اوكي بدينا في الماب، ما ادري ايش الكوره والله، بس اسحب عليها انا لاني شايف المقطع يقول راح على الرينجز هذه، نسيت تسوي شيء، حط الليمت بوست خلاص. لان لعبت ماب كان اوكي، والله الماب جميل اقسم بالله، شكله جميل جدا والله. جربوه، انا ما ادري ايش حاط السياره. هلا ابي الفري ستايل، هلا والله جامد الماب. اوكي نروح كذا، والله توزن اقسم بالله، بس لو جيت بدون انليمتد بوست يكون جاي شيء جامد، بس مستحيل. يا ساتر، والله بغيت اموت، بغيت اموت، بغيت اطير. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا وش الباكج اللي نازل. العب العب العب، الله لا اطبس شوي. اوكي وصلنا خمسة، انا ابي، والله خرافي الماب. لا 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 لا، وزب وزب وزب. يا ساتر شوفوا كيف الحلقات يم بعض، والله ضغطت بوست كثير بس وزنت لها الحمد لله. في تطور، في تطور. ستة، العب على فوق. لا 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 لا، يو يو يو، وزنت وزنت في اخر لحظة، بغيت اصقع. يا ساتر. اوكي. اوه هنا في وحدة، في وحدة ما شفتها. يو يا ساتر. هذه لازم توزن. يا ساتر. مشكلة الكام قريبة مرة بسبة ال... اوكي عاد مسوي، حلو حلو. حط على السيارة نفسها، حرك يا ولد حرك، ضغط بوس على خفيف يا الامير. لا 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 حرام يا اخي، هذا يحسن طيرانك شوي، يعني مو بمرة يحسن طيرانك شوي. فلو كان في كورة ولا شيء تشوف طيرانك افضل من كذا. وزن وزن وزن، الله يا ربي. 10 10، والله الماب ذا جميل، والله جميل جدا. لا لا لا، هجس 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 شباب هجس. وزن له كذا شوي، والله يا اخي سالفه الباكجات هذه اللي نازله والدروب والنخل يا ابوي والبحر وكل شيء. لا لا وش صار؟ والله ما ادري ايش صار، بس خشينا على خفيف يا شباب عادي عادي. الله الله، يسموني سلوم وزنيه، بس في الايام لا حد دهورني.
اوكي خزن كذا على خفيف، بعدين اللي بعده راح هنا. يا ساتر يو شو وزنتل هنا يو 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 والله العظيم ما ادري شلون وزنت. خلصنا الماب الاول، نروح الماب الثاني. الماب هذا جدا 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 ممتع. طبعا كل المابات راح احط لكم تحت رابطها في ستيم، فاللي تسويه تدخل الرابط ولازم تسجل دخولك لستيم وتروح تسوي سبسكرايب. سبسكرايب يحمل لك الماب، بعدين تروح هنا بلاي، بعدين كاستم جيمز، بعدين وركشوب، راح تلقى المابات كلها سبسكرايب هنا. انا لعبت هذا الماب قبل شوي، فنلعب هذا الماب. نيو مابس ايرلي كريتيف انبوت. هل اني اوكي توني بقول هل اني العب بدون بوست يعني ما احط الليمتد، لكن صار شكله الليمتد. اوكي الى وين الى وين يا طيب؟ يا ساتر يا والله في صعوبته والله. طيب نوزن كذا. والله المابات هذه ممتعة للأمانة، أقسم بالله ممتعة. إذا مليت من الأيام روح ألعبها. يا الوزنية تكفى تكفى تكفى. الله لا لا. أوكي يقول روح يمين أو يسار، بعدين دروبر دروبر على ووت. ما بدروبر يا عيال، شكلا كئيب. الحركة حقت الدروبر هذه جامدة. اوكي لازم نعدل السيارة شويتين. نرقى هنا. لا استعجلت والله، والله استعجلت. انا تموري ماشية بعدين كذا جبت العيد في اخر لحظة. يوه والله ما ادري شو وزنت. تكفى ابن الحلال. هنا هنا اي الكام، شوف كيف قاعد تلف تقهر. هل اني انط ولا ما انط في هذه الاخيره؟ اني قاعد اجيب العيد دايم. الله صارت بدون نطه، حلو. بعدين نروح يمين او يسار، بعدين ندخل في الحلقه هذه وخلاص. الله خلصناها الحمد لله. طيب الحين نروح على هذه كذا. لا تكفى. يوه المفروض اني ما اغش زي كذا. حلو نزلنا لها في اخر لحظه ما ادري شلون. اوكي اوكي والله حاط اسم حركات الله. اوكي يقول لك تعال من هنا على الطرف، هنشوف ايش فيه. هي هي وين؟ هل اني اكمل كذا؟ على بالي انه من ذيك الجهه بس. اوكي صار ما في شيء هنا، فلازم ندخل هنا جوا. لا على رقيه. تكفى وزن. يا لا تكفى. هجت هجت والله صعبة، والله صعبة الرقية، صعبة جدا. تكفى تكفى. الله والله وصلنا بعيد يا شباب. هذا وشو دروبر يا شباب؟ دروبر. اوكي نحتاج طيران صح؟ راسي راسي داخل يا عيال. ما ابغى اسوي ريسيت عشان ما يعيدني الماب كامل. يو 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 التوزيع اللي جاء في اخر لحظة. تكفى. الله يقول ارقى فوق هام السحب انقذي ثرى. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لازم توزن على اللفة. الله يعين. يا ساتر. اووو وش ذا الماب؟ اقسم بالله باقي لنا شوية يا عيال حرام. زي ما قلت انها مايلة ما ادري شلون جاية. لازم توزن بعدها لازم لازم لازم. يا عيال الماب قايل كذا ما يمديك توزن. اعطيه اخر تجربة اذا ما ضبط خلاص نوقف. ان الماب مايل ولا شو اسمه المكان اللي كنت داخل جواه قبل شوي مايل، ما ادري شلون اشرح لكم. ميلان في ميلان يعطيك عدم اتزان. بسم الله. كيف الميلان؟ تشوفون لازم تسوي كذا ميل راسك. والله هذه المرحله انها صعبه، مع اني قبل شوي وصلت يعني تقريبا للنهايه تقريبا يعني.
ايوه وزلنا لها. الله يا عمري يا شيخ، وزلنا لها في اخر لحظة. يا ساتر، نحاول نوصل ابعد من كذا، ما نوصلنا هالمرحلة فامورنا ان شاء الله طيبة. هذا وين هذا؟ هذا على فوق ولا ايش؟ مع ان الماب او المرحلة قبل شوي كانت اصعب، لكن هذه ما ادري، احس ان الدوران على الدوران على الشيء يعتبر صعب امانة. وين نوزن كذا؟ نعطيها شوي كذا. لا يقول ارقى فوق. لا 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 تكفى، لا 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 يا اخي قاعد اوصل قسم بالله. بس تكفى ارقى، تكفى تكفى ارقى. والله يا عيال انه صعب التوزين على فوق، اقسم بالله انا ما ابغى اسقى في الطرف. لازم نوزن كذا. تكفى اخر محاولة، اخر محاولة، اخر محاولة. الله الله، والثانية والثانية. تكفى يا ساتر. بعد فوق، بعد فوق. لا لا مستحيل 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 تصير، مستحيل تصير، مستحيل تصير. توزين صعب، راسي داخ، الكام دوخ، الكام دوخ. تكفى تكفى، بغت تهج، بغت تهج. يقطع من القهر. انا انتهيت شباب، انا انتهيت الأمانة. والله صعب، والله صعب. بل ما بين كل لعبتكم بحط لكم اياها تحت في الديسكريبشن، رابطهم في الستيم. يعطيكم العافيه على المشاهده، وان شاء الله استمتعتوا. الماب الاول كان رهيب وهذا رهيب بس صعب. اوكي صعب صعب صعب، في صعوبه مره، اللي قبل اسهل بكثير. ان شاء الله استمتعتوا، وزي ما قلت لكم اي واحد يصمم مابات من المتابعين يرسل لي على الانستغرام او تويتر صممت ماب الكود حقه، او عطني رابطه في ستيم. يعطيكم العافيه على المشاهده، وان شاء الله استمتعتوا. الله يسعدكم جميعا على الدعم الخرافي اللي قاعد تسوونه، والله العظيم ما ادري ايش اقول، بس الله يسعدكم، الله يسعدكم، الله يسعدكم قد ما تسعدوني. شكرا لكم على المشاهده، اشوفكم على خير. سلام.